موجودة، واضحة، بقدر ريكورد. تمام، أرحب بكم مرة الأخ. بهذه المحاضرة راح نتذكر الأشياء اللي أخذناها بالمحاضرة اللي راحت. مثل ما تعرفون أخذنا الكونديشنز كل أنواعها، وأخذنا أيضا السويتش كيس، وعرفنا شنو فرقها عن الإف كونديشن وشنو ممكن نستعملها. بعدها أخذنا الليست وأخذنا الفانكشن اللي متعلقة بالليست. حاب أذكر في شغلة كلش مهمة، إنه الليست كانت تتعامل بالإندكس، يعني الماي ليست أوف الزيرو راح ينطيني هذا العنصر، أو في الواحد راح ينطيني هذا، أو في الاثنين راح ينطيني هذا العنصر. تمام، فالليست دا تتعامل ويا الإندكس، يعني مو ويا غير شيء. هسه راح نعرف شنو ممكن تجي أنواع أخرى تتعامل ويا، مثلا ويا ال الكي ما راح تتعامل ويا الاندكس. بس راح نجي نعرف هذا الشيء اللي اليوم يعني راح نركز انه نشرحه. زين، بالليست اخذنا الاد، اخذنا الريموف، وقلنا ايضا انه اكو فد فور لوب كلش حلوه اسمها فور ايتش، يعني نوع من انواع اللوب اسمه الفور ايتش، كلش محبب استخدامه ويا الليست. واخذنا ايضا الانسيرت، هاي الداله اللي تضيف، مثل ما عرفنا قبل شويه انه الانسيرت بها قيمتين، الاندكس والفاليو. اقول له بالمكان او البوزيشن الفلاني خلي لي القيمه مالتي اللي هي هذا الرقم. خلاص، اوكي، تمام. اليوم وصلنا لفد شيء كلش كلش مهم بعالم البرمجه اللي هو الماد. ايضا اكو تسميه ثانيه، الشكل مالته بهالطريقه، الاقواس راح تكون مو مربعه، تكون هذه الاقواس البراكتس العاديه المقوسه تصير. ايضا راح تتعامل كقيمتين، هاي يسموها كي، هاي النقطه الرئيسيه او نقطتين رئيسيه، وهذا الفاصل بين الكي وبين الفاليو. هذا الكي اليوزر نيم، التوم هو الفاليو، فهذا كي هذا فاليو. لما رايد اتعامل ويا الماب بكل بساطه راح اروح على على شغلتين، الاولى كي، ثانيه الفاليو، بيناتهم فارزه عاديه، بعدها الكي، بعدها الفاليو، هذا العنصر الثاني. فهذا كله راح يعتبر عنصر واحد، فارزه هذا كله راح يعتبر عنصر ثاني. تذكرون قبل شويه قلت انه الليست يتعامل ويا الاندكس، فاوف الصفر قبل شوي كان يعطيني القيمه، هنا لا، اقول له الكي مالته يوزر نيم راح يجيب لي القيمه مالته. لما اقول له الكي مالت الماب اللي هو العنصر اللي الكي مالته باسورد راح يجيب لي هذا الفاليو. تمام، بها ايضا الريموف وبها ايضا الاد. بدايه خلي نعرف عمليا شلون راح يصير تعريف الماب. راح نكتب دالة المين مالتنا. اوكي، زين. اللي اكثر من طريقه تعريف الماب، بس راح نجي الاول طريقه نكتب بار، الطريقه اللي احنا متعلميها مثلا ماي اب، هذه الطريقه اسمها الكامل كيس، انه بدايه يبلش سمول بعدين الكلمه الثانيه تبلش بالكابيتال لتر. ف ماي ماب يساوي هذه الاقواس مالتنا سيمي كولن. هذه هنا هسه لو اجي على الماب، على هذا الماي ماب، فدي يقول لي انه هذا انت معرفه على انه راح يستقبل العناصر اسمها ماب، يعني كيو فاليو. لو اجي هنا كعنصر اول اكتب مثلا النيم، هنا النقطتين الرئيسيه، واخلي مثلا احمد هذا العنصر الاول، الكي مالته نيم، الفاليو مالته احمد. اوكي، خلونا نتعامل بهالطريقه. واضح. العنصر الثاني وليكن مثلا الايج، زين، هنا الايج راح تكون مثلا 22. تمام. لو اجي اطبع print نكتب
ماي ماب سوري. شوف النتيجة، لا تلاحظون هنا انه النيم والايج. زين برأيكم هنا الايج انا عرفتها لانه هو سترينج، ليش؟ لانه خليته من دبل كوتيشن. عرفنا بالمحاضرة اللي راحت انه الليست تتعامل ويا كل انواع المتغيرات او الداتا تايبس الموجودة، كلهم بنفس الليست، كلش عادي المسألة. الماب نفس الحالة، الواج هنا اخلي هذا هذا راح يكون انتجر، مثلا هنا مثلا اكتب مثلا قيمة الباي انه شنو 3.14. لاحظوا اكو فد شيء ثاني مثلا LST اللي هو 1 2 3. زين هذه ليست، واجي هنا مثلا اكتب ال شنو هذا النوب string. اوكي بوليان البول او مختصر للبوليان راح تكون ترو. خلاص اني خلصت هذه الليست مالتي. لو اجي اطبع ما راح اواجه اي مشكله، ليش؟ لانه راح يتعامل ويا كل انواع البيانات مثل ما تشوفون. هذا الشيء كلش عادي انه نستعمل كل انواع البيانات، بس انه الكي دائما دائما لازم يكون سترينج. ليش؟ تلاحظون هنا الماي ماب لو اقول اوف الصفر بالليست، لما كنا نستعمل اوف الصفر يجيب اول عنصر، تمام؟ لين كان يتعامل ويا الاندكس. لو اسوي ران ما راح يسوي شيء، بيقول لي نال. ليش؟ لانه فعلا ما يتعامل ويا اندكس. لو اجي بمكان هذا الصفر اكتب احنا بدنا نتعامل ويا كي، حتى هنا يقول لو نشوف هذا الهنت اللي ينطينا يقول ترى انا اتعامل ويا كيو فاليو. فالكي هنا شنو ممكن ابقي الكي؟ ابقي الكي على اليوزر على النيم عفوا، فالماي ماب اوف النيم راح يجيب لي قيمه مالته اللي هو احمد مثل ما تشوفون. لو اقول هنا ايج المفروض يجيب لي 22 بالضبط. لو اجيب ليست بكل بساطه راح يجيب لي الليست او الفاليو مالت هذا الكي. زين عندنا البوليان اذا راح يجيب القيمه مالته، تمام؟ فمثل يعني مثل ما قلنا بالليست بدنا نتعامل ويا اندكس، بالماب احنا بدنا نتعامل ويا كي وفاليو. ركزوا على هالمساله ان الماب يتعامل ويا كي، هذا الكي وهذا الفاليو، هذا الكي وهذا الفاليو. زين هنا تمام. قلنا اكثر، اكو اكثر من طريقه لتعريف الماب، فهذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه انه زين راح اجي هنا اكتب ماب بول ماي ماب نفسها او اوكي راح اجيب هذا، راح اوقف هذا الكود واجي هنا. لو نسوي ران ايضا نفس النتيجه، يا اما اكتب var، والفار مثل ما تعرفون قلنا هو اللي راح يتعرف على نوع المتغير او الداتا تايب مال هذا هذا المتغير. لما قبل شويه شفنا انه هو تعرف على انه لو اشر على هذا الماي ماب هذا هاي، فشنو دا يقول لي؟ دا يقول لي انه النوع مالته ماب، تمام؟ لو اجي على هذا الماب ايضا دا يقول لي انه ماب، يعني الداتا تايب مالته. فهذه واحد من انواع طرق التعريف للماب. هذه الطريقه الاولى عن طريق الفار او اكتب ماب. اكو طريقه اخرى انه انا ما اعرف القيم شنو، فبكل بساطه شنو اللي راح اسويه؟ راح اكتب ماب مثلا ماي ماب تساوي نيو. هذه الطريقه للتعريف. لو اجي اسوي ران المفروض ما يطلع شيء، يعني لانه ما يحتوي على اي عناصر. اوكي نت ضعيف. اوكي لو نجي هنا اوكي يطلع فد اشياء فارغه لانه الماب ما تفارغ. لو اجي اعرف مثلا بهالطريقه اسند قيم مباشره على الماب، اقول ماب اوف نيم
مثلا شنو مثلا رئيس اجي اطبع الماب مالتي. هو فعلا انا اعطيت كي ونطيت الفاليو مثل ما تشوفون. نقدر نكرر هذه العمليه حتى نسال قيم اخرى هنا. اوكي 22 هنا اقول له مثلا ايج ران. اوكي هنا نطل القيم مالت الماب. زين اوكي زين احنا عرفنا الطريقه مالت اوكي هذا الكود هم راح اوقفه. ارجع لهذا الكود ارجع اخليه من فوق لانه ما نحتاجه. بس راح نتاكد انه نسوي ران. اوكي ما عندنا اي مشكله بطباعه الماب مالتنا. اكو الطريقه مالت الطباعه اللي احنا تعلمناها باللس هي نفسها موجوده بالماب اللي هي الفور ايتش. الفور ايتش راح نكتب الماي ماب دوت فور ايتش. هذه الطريقه مالتها. بس لاحظوا راح يكون عندنا فد شيء جديد راح ينضاف لنا اليوم اللي هو شنو؟ هذا المكان عشان نكتب الاليمنت او الاي نجي نطبعه للاي بالليست تمام. بس بما انه اني عندي هنا ماب فالماب يحتوي على كي وفاليو راح اجي اكتب هنا نوع اسم المتغير اكتبه كي واكتب المتغير الثاني هو فاليو. لو اجي اطبع هنا بكل بساطه راح اطبع كي بهالطريقه والفاليو تمام. يعني نفس شغل الليست ستيل انه راح يحتاج متغيرات اثنين، الاول يرمز للكي والثاني يرمز للفاليو. نجي نطبع المفروض يطبع واحد جو الاخر مثل ما تشوفون هنا. انه طبعهم بالطريقه اللي احنا متعودين انه نطبعها بالفور ايتش. ممكن هنا ايضا انه نضيف برنت مثل ما تعلمنا بالمحاضره السابقه انه هذا الخط في مثلا 50 مره. تمام. هذا ايضا راح اكرر لهذا الجزء حتى نكتب فد شغلات جديده. تمام لحد هنا عندكم اي سؤال بخصوص الماب طريقه تعريفها الاسناد مالتها مالت القيم طريقه الطباعه الطريقه المباشره بالبرنت برنت ماي ماب او بالطريقه اللي نعرفها اللي هي الفور ايتش. عندكم اي مشاكل بهذا الموضوع عندكم اي سؤال قبل ان ننتقل لفد شيء اخر تقدرون تسوون رايس هاند او بالشات. اوكي تمام زين اكو شيء اخر تعلمنا بالليست انه ممكن نحذف عنصر عن طريق الاندكس مالته او عن طريق الفاليو. الماب نفس الشيء عندنا لو هنا نجي نكتب ماي ماب دوت شنو انا من اضغط دوت راح يطلع لي الشغلات اللي موجوده لو اقول اللينث اوكي خليني اجيب هذا داخل برنت شكرا. اللينث راح يجيب لي الطول مالت الماب كم عنصر؟ 5. الماب راح يبلش من الواحد واحد عفوا يعني هو ما بي واحد ما بي اندكس بس هنا هذا العنصر الاول هذا الثاني هذا الثالث
هذا الرابع وهذا الخامس فعلا. ما نقدر نقول ماي ماب اوف الصفر مثل ما شفنا راح تطلع القيمه نال، لانه ما راح يتعامل ويا الاندكس، يتعامل ويا كي وفاليو. وعندنا دوال اخرى بس احنا اللي نريد نستعمله حاليا هو الماي ماب دوت ريموف. ريموف برايكم احنا لما كنا نتعامل ويا الليست، ريموف ننطي ال هي ريموف اوبشن، يعني اما الفاليو يا اما الاندكس. مثلا نقول ريموف اوف الصفر بالليست، مثلا يحذف لي هذا العنصر الاول بالليست هنا بهذا الليست، مثلا يحذف لي الواحد. زين برايكم هنا بالماب شلون راح تصير طريقه الحذف؟ سووا رايت هاند او اكتبوا بالشات. تمام ساره العزاب جو هيد. انطي بس الكي اسم الكي وتنحذف الفاليو مال التابع لهذا الكي. حلو عاشت ايدك. احنا اللي راح بس انا عندي سؤال هم انا ما متاكده منه، بس اذا استخدم الفور ايتش واريد اسوي اكسس بس للفاليو ما اريد اوصل عن طريق الكي، اقدر انطي للفور ايتش ما انطي هالكي والفاليو على باراميتر لا no, بس انطيها مثلا الفاليو واقول برنت فاليو اقدر هيجي لو لا اطيكي حتى اوصل للفاليو. تمام عاشت ايديتش ساره. بالنسبه لاول شيء انه عاشت ايديتش، الريموف راح يصير عن طريق النيم. الشيء الثاني انه الفور ايش تتقبل متغيران، يعني الاول للكي والثاني للفاليو. اما طريقه الطباعه فممكن انه بس تكون الفاليو او ممكن تكون بس الكي. تمام هنا مثل ما تشوفون طبعا فقط الفاليو. لو نرجع هنا نحذف الفاليو خلي بس الكي فهو راح يطبع بس الكي. اما ليش هنا انه احنا بدنا نستخدم كي وفاليو، يعني احنا نقدر نخلي بس الفاليو واجي اتعامل هنا اقول له فاليو. خلينا نجرب نسوي ران واكيد ايرور. تعرفون ليش؟ بكل بساطه الماب ما بيها عنصر واحد، ما بيها بس فاليو. هذا متغير وهذا متغير، هذا بالنسبه للماب. لما كنا نتعامل ويا الليست فالليست بهالطريقه اذا تشوفون هو عنصر واحد، يعني عنصر واحد راح يروح على ذول كليتهم. تمام؟ بس بهيك حاله لا، يعني لما نتعامل احنا ويا ماب لازم عندنا متغيرات اثنين، ما يصير متغير واحد، يعني هي البلت ان الماب كي وفاليو متغيرات اثنين. اتمنى يكون هذا الشيء واضح. فتح الكهرباء هم سوران مره اللوخ. تمام الحد هنا الامور كلها تمام. احنا سوينا هنا اوكي اوكي نور جو هيد. عندي السؤال انه الماب شو استفاد منها؟ تمام وهذا خوش سؤال، لانه الماب شيء كلش مهم بعالم البرمجه. يعني مثل ما تلاحظون سويت لكم اياها بهالطريقه. بكل بساطه انه الاي بي اي او الجيسون، لما الاي بي اي بالمناسبه هو فد بيانات تجي بطريقه الجيسون تقريبا اشبه بهذا الشكل، فراح يتعامل وياها. يعني البيانات اللي تجينا من قاعده البيانات او يمكن واحد يسوي ريستفول اي بي اي كذا، هذا الطريقه مالتها. فاحنا لازم نتعلم شلون تشتغل الماب حتى نقدر نتعامل وياها. بلس لها استخدامات كلش هوايه ممكن تبحثون عليها، بس الشغله الاهم بالواقع هي مساله الجيسون اي بي اي. لو اجي اكتب هنا جيسون اوكي هي جيسون انا مستعمله قبل بليس هولدر، هذا الموقع يعطيكم بيانات جيسون تجي جاهزه ممكن بس نستعملها. فممكن هذا اليوزرز تلاحظون هذا الشكل اوكي خلي اقرب اكثر. هذه اي بي اي، يعني مثل ما تلاحظون يعني كل واحد الاي دي النيم مالته. لو اجي هنا الاي دي النيم مالت الشخص الثاني هم قاعده بيانات تجي.
نصدرها لأنه هي API. فهيجي تعاملنا ويا البيانات بأرض الواقع على أنه هي جيسون أو ماب، هذا الشكل مالت الماب. الاي دي مثل ما تشوفون، النيم تمام، عندنا الادرس، والادرس بداخله هو ماب، بداخله ماب ثانيه، هنا هذا ايضا ماب ثانيه. فهذا الاستخدام بارض الواقع، هذا يسموه جيسون اي بي اي او البيانات الجيسون، هي نفس شكل الماب. واضحه الاجابه؟ عندكم فد سؤال ثاني؟ تمام آمنة، بس راح نعيده بنفس الوقت انه اكو ترى ريكوردينج بالموضوع. زين، اللي كنا نسولف عنه انه بالفور ايش سالت ساره انه يصير نستخدم بس الفاليو، ما نستخدم كيو فاليو. الاجابه بالفور كانت تقصد بالفور ايش، الاجابه انه ما نقدر. ليش؟ لانه بكل بساطه الماب يبدا يتعامل ويا متغيرين، مو متغير واحد مثل ليست. الاول هو الكي، الثاني هو الفاليو. بالمناسبة هنا ممكن يكون اي وجي، يعني اي اسم متغير ما يهم. هنا اي، هنا جي، اي اسم متغير، هذا بس مجرد اسم متغير فهو نفس النتيجة. انا خليت اسم متغير شيء كلش واضح على مود يكون اكثر مفهومية لما اجي اتعامل وياه او ارجع له بعدين. كي وفاليو تمام، بس ممكن انه نستعمل بس الكي او نستعمل بس الفاليو بداخل الفور ايتش، يعني مو شرط انه نستخدم الاثنيناتهم بنفس الوقت. تمام، احنا سوينا هنا ريموف. لو نرجع نسوي برنت، بس هنا اكيد لازم نطبع هذه حتى تصير الشكل احلى. اوكي تمام، اسف طبعت الماي ماب دوت لينث، ومثل ما تلاحظون ان اللينث 4 لما طبعنا. ليش؟ لانه انحذف العنصر اللي اسمه نيم، فهذه الماب مالتنا حذف من عندها النيم، هذا انحذف، فبقت بس هذا مثل ما تشوفون هنا. لو نجي نطبق او نحذف فد عنصر اخر وبعدين نطبع، وهذا ننسخه كله، نجي نحذف اوكي ليست كي اللي انا ذا احدده. لاحظوا هذا الشيء، فمثل ما تشوفون حذف هذا العنصر عن طريق الكي مالته. هذا باللي يخص، هذا كل شيء يخص ريموف. ما تصور وقع عندنا فد شيء اخر. ها عندنا الداله اللي اسمها اد اول. بعد ما حذفت هذا الليست انا ممكن اضيف ليست ثانيه. اوكي، انا شخص كلش يحب الفورمات كود، اوكي هسه ارتحت. اوكي زينب جو هيد. اذا ماب بداخلها ماب، اريد نسوي ريموف لعنصر بداخل هاي الماب اللي جزء من الماب الثاني. اوكي خلينا نجرب انه هنا يكون عندنا ماب. ام فقط بسهولة. اوكي راح نقول هنا 1 1، وهنا راح نقول 2. اوكي هنا اضافت. فريموف لما اجي هنا مثلا بهذا المكان، انا رايد شنو احذف؟ رايد احذف حرف او الكي ام اللي هو الماب. لما رايد احذفه راح يروح يحذفه كعنصر واحد، هو يعتبر بهذا الماب مالتنا. تمام، هنا انحذف، ما بقى هذا الام، انحذفوا العناصر مالته اكيد. تمام زين، اذا اريد احذف عنصر بداخله يعني يصير لو ما يصير؟ عنصر بداخله هنا ما راح نقدر،
ممكن اكو طرق ثانيه انه ندخل بداخل هذا يعني ناخذ الام وندخل نرجع نسوي فور لوب ثانيه انه الام العناصر مالتها لما جتنا هنا اسمحي لي دقيقه خلينا نوضحها هنا اوكي بس خلينا نسوي جمله طباعه زين احنا راح نقول هنا var الام او ال ام بي اختصار للماب فشنو راح نقول له نقول له اسم الماب مالتنا اوف اسم المتغير مالتها اللي هو شنو الام تمام وراح نجي شنو نقول فرنت الام بي فرنت تمام تلاحظين انه جاب لي العناصر مالتها اثنين فممكن اسوي فور لوب انه يجي يطبع لي ذولي مره اخرى لانه اكيد ما راح يقدر يطبع فور واحده يطبع العنصر والعناصر اللي بداخله تمام هذه الفكره نقدر نسوي فور ايتش المن للان بي لان هي تعتبر ماب ثانيه ونرجع نطبع العناصر مالتها اوكي احنا وصلنا الى الاد اول حتى نستعمل هاي الداله اوكي راح اسوي كومنت لهذا المكان عندنا داله اخرى اسمها الماي ماب دوت اد اول اذا نلاحظ هنا الاد اول ايش يقول؟ يقول الاد اول تتقبل صيغه ماب تمام اللي هي شنو اللي هي هذه تمام هذه صيغه الماب مالتنا وبعد شنو تتقبل متغيرين الاول كي والثاني فاليو مثل ما تشوفون الذس كي يساوي فاليو يعني شنو يعني هنا مثلا اكتب له ايميل تمام القيمه مالته هو اي ات اي دوت اي فور اكزامبل لو نجي نسوي ران حتى نشيك انه هي انضافت لو لا اوكي انا ما طبعت صراحه هذا الاصل الاخير او الماب بعد التغيير اوكي احنا صارت عندنا كل شاسه زين مثل ما تلاحظون انه ضاف العنصر الجديد مالتي فهذه ايضا الداله جاهزه مبنيه بداخل الدارت على انه هي تتعامل ويا الماب الداتا تاب اللي اسمه ماب ويقدر يضيف له عناصر يضيف له الكي والفاليو لما يكون بصيغه الماب تمام هذا كل شيء تقريبا يخص الماب ممكن تطلعون اكثر على موضوع الماب في حال احتاجت في شغلات ثانيه او ممكن تستخدمون دوال جاهزه مبنيه بداخل الدارت ممكن تستعملوها اثناء شغلكم لما تحتاجوها بكل بساطه بس تبحثون على الشغل اللي رايديها بالماب بلغه الدارت هذه تعرفنا عليها اوكي قبل ان ندخل بالفانكشن انا رايد اسمع من عندكم اذا عندكم اي سؤال حد هسه حتى نجاوبه قبل ان ننتقل لغير موضوع تقدرون تسوون رايس هاند حتى نجاوب على الاسئله مالتكم او الاشياء اللي ما فهمتوها نعيدها الاد اول خاصه بس بالماب اي وعندنا بال عفوا وعندنا بالليست داله اسمها الاد اللي شفناها زهراء جو هيد السلام عليكم عليكم السلام والرحمة طبعا عاش ايدك شرح كلش واضح انا اول مرة اشوف الماب يعني كل اللغات البرمجية اللي اخذتها ما شرحوا بها ماب ابد اول مرة يعني تمر علي هيك شيء فما اعرف يعني شيء جديد هي تشبه المصفوفة هيك شيء بنوع من عاشت ايدك زهراء الماب هي مو شرط اسمها ماب بغير اللغة مثلا عندنا بالبي اتش بي اسمها
associative array هل تتعامل كيو فاليو اصلا البيانات لما اجيبها واستدعيها من قاعده البيانات تجيني على هيئه associative array مثل ما شفنا قبل شوي الجيسون يا بالضبط بدها تجي هيك من قاعده البيانات. هاي بالنسبه لل بالبي اتش بي مثلا اسمها الاسوسييتيف اراي احنا نتعامل ويا اراي تمام. بغير لغات صراحه يعني كل لغه لها اسم معين فممكن هي تكون ماب او هاش ماب او تكون اسوسييتيف اراي الى اخره بس اغلب اللغات تقريبا موجوده هي هاي الماب. عاشت ايدك انه ذكرتينا انه بهذا الموضوع. امنا جو هيد. سؤالي عن الماب، اذا سويت ريموف وطيت الكي للماب الداخليه اللي هي ام مثلا سويت ريموف لل1 راح ينفذ هنا لو ما راح ينفذ؟ دقيقه تقصدين انه نسوي ريموف 1 هذا ريموف للام كيف اكيد راح يسوي مو للام للداخلها اللي هو 1 اللي انا شنو انا تعاملت ويا الام أنا شنو تعاملت هنا ويا الام تمام. دقيق خلي اوخر هذه الريموف الخاصه بالام. اوكي بهذا المكان هذا المكان محتاجه تمام. مثل ما قلنا هنا اذا تشوفين هذا انا بالبدايه لازم استدعي الماب الداخلي اللي اسمها ام اخزنها بمتغير ثاني مثل ما تشوفون تشوفين هنا الام كي تساوي ماي ماب اوف الام. انا جبت هذا الام عن طريق الكي مالتها اللي هي عباره عن كي يعني كيو فاليو اللي هي ماب تمام. لما جيت طبعتها جابها على اساس هي شنو؟ جابها على اساس انه هي ماب فانا اعرف اتعامل ويا الماب اتعامل حاليا هسه ويا الام كي ارجع اتعامل وياها نفس الشغل اللي هسه اشتغلناه بس تكون ويا الام بي مو ويا الماب الرئيسيه تمام؟ اوكي تمام واضح عشت ايدك. يعني باختصار هي الام بي المتغير الجديد هذا هو اللي راح يكون الماب مالتنا الجديده اللي رايد اتعامل وياها اللي هي هذه. ايش الفكره؟ يب يب واضح تمام عشت ايدك. مريم جو هيد. عفوا اذا ردت اصل على مثلا عندنا ماب بيها تو ماب بيها يعني اي دي بيها اي دي وحده مثلا واحد وحده اثنين اريد اصل العنصر الثاني مثلا النيم مثلا اثنين يعني لازم اعرف انه الاي دي اثنين حتى اقدر اصل للنيم مالتها اقدر يعني ما فهمت السؤال مالتي؟ ممكن إعادة السؤال يعني مو كلش مفهوم. مثلا عندي تو ماب اثنين وحده الاي دي مالتها بيا اي دي وبيا نيم وحده الاي دي مالتها طبعا. واحد وحده الاي دي مالتها اثنين انا اريد اصل للنيم الماب اللي الاي دي مالتها اثنين مثلا وانا ما اعرف طبعا. شنو يعني ما اعرف انه مثلا انه هاي قيمتها اثنين او شيء يعني ممكن اصل القيمه ثانيه عن طريق كي بنفس الماب ما اعرف يمكن ما فهمت بالضبط بالضبط. اوكي في حال كانت الماب مالتنا بها اكثر من اوبجكت بها الاوبجكت الاول مثلا هذا الدقيق لو نضيف هنا مثلا اي دي قيمته مثلا واحد ايش قصدك وبعدين عندنا الماب الثانيه اوكي انا بس راح استنسخ هذا على مود بس الفكره نوضحها هذا بس يكون الاي دي مالته اثنين تمام؟ ايه يكون اسمه مثلا علي والى اخره فاكيد انا راح اتعامل ويا الكي فلما الكي مثلا انا بدي اشيك على الكي والفاليو الكي مالته شنو؟ هو الاي دي واسوي فور لوب مثلا او فور ايتش فراح يبلش بهذا الاي دي هذا الماب الاولى اللي الاي دي مالته واحد تمام واقدر بعدين على الايد الاثنين والثلاثه والحد ما اخلص حجم هذا الماب مالتي يعني ممكنه ممكن اي نعم ليش لا شكرا عفوا يعني اتصور اللي تقصدي مثل هذه بالضبط أصور. هو هذا اوكي بالضبط هو هذا تشوفين هذه الماب الاولى
تمام؟ هذا احنا نعتبره اوبجكت. ليش؟ انه هذا القوس مالت ليست، تمام؟ هذا ليست وبداخله ماب، هذا الاوبجكت الاول، هذا الاي دي، هذا الثاني، هذا الثالث. فاكيد اقدر اتعامل وياه لان هو ماب بداخل داخل هذا الاوبجكت. تمام؟ تمام، عشتي ديك. زين، عندنا اسئله النوب. زين، اذا ما عندكم اي اسئله حتى ننتقل على الموضوع الثاني مالتنا. اوكي، انا يعني ممكن احذف هذا كله، سوى مين مره لوش. زين، عندنا اي اسئله؟ تمام. وصلنا لموضوع اخر، الموضوع اسمه الفانكشنز. حتقولون شنو هذه الفانكشنز؟ شنو هاي الهوسه مالته؟ شنو هذا الموضوع؟ هذه الداله، احنا نعرف هذا الشكل وين شايفيه، هذا الشكل لحد هنا احنا ممكن شايفيه. شوفوا بكل بساطه انه هذه المين هي فانكشن، تمام؟ اقدر اسوي شيء اخر نفسها اي، بس انطيها غير اسم، تمام؟ بس كلمة main هي كلمة محجوزة بداخل الذاكرة مالت أو الكومبايلر مالت الدارت، إنه هي الدالة الرئيسية مالتي. يعني لما يبلش البرنامج مالتنا يروح يبحث عن دالة اسمها main، function اسمها main. هذه لما يلقيها يروح يبلش على line by line إنه ينفذ الأكواد مالتها، تمام؟ اقدر ابني داله نفس المين؟ اي اقدر. هذا الموضوع مالتنا اللي اسمه فانكشن، او الفانكشنز بصوره يعني كلش كلش مختصره، انه نجزء الكود مالتنا بداخل فانكشنات، ولما احتاجه بس مجرد استدعي اسم الفانكشن. انا كاتب لكم هنا بالدوكيومنتيشن انه طريقه تعريف الداله هي حالها حال المين، يعني الفانكشن هنا لما رايد. هسه هذه الفانكشن مالتنا الرئيسيه، لو نجي نطبع مثلا print نكتب اسمها main، main function مثلا، نسوي run. اتصور اكو سؤال او شنو؟ اوكي تمام، دي يقول هنا main function. بكل بساطه لو اجي انسخ هذه او ما انسخها، انا راح اكتبها من جديد. هنا راح نكتب شنو؟ شوفوا هذه يعني كتبنا void او كتبنا بس المين، نفس النتيجه، يعني هي ما راح يتاثر علينا الفويد، تمام؟ يقول هنا انه المين العنصر مال او المتغير مالتها void. زين، بدايه احنا راح نكتب شنو نوع الداله مالتنا، طريقه تعريف اي داله. تبلش باسم، اسم الداله مالتنا هي شنو، ويجي قبلها نوع الداله. فنوع الداله مالتنا هو شنو؟ مثلا void اول شيء. اسم الداله مثلا مثلا message المثال اللي موجود، تمام؟ اقول له print اكتب انه اكتب message function. بس هنا شنو راح ادري؟ انطي tab هذا الشيء. لو اجي اطبع هنا ما راح يطبع شيء، يعني بس طبع هذا هنا بلش البروجكت مالتي من هنا، او الكومبايلر بلش من هنا، طبع هذا اللاين، خلص ما بقى عنده اي شيء، يعني هذا المكان ما دي يشوفه. ليش؟ لان هو دي يبلش من المين. بكل بساطه انا هذه الفانكشن نطيتها فد وظيفه معينه اللي هي تطبع لي هذه الرساله، بس لما استدعي عن طريق اسمها، راح استدعي عن طريق اسمها والاقواس، راح يروح ينادي لها. دقيقة، عاشت ايش زارة لازم استدعيها. سارة جو هيد. هنا مثلا اذا اريد استدعي دالة، اذا اسوي لها كول لازم استدعيها بالمين دائما؟ ليش؟ زين المين هي هم دالة، بس ليش المين تتنفذ بدون ما استدعيها؟ ما اسوي كول لها؟ تمام، هذا هم خوش سؤال عاشت ايدك. مثل ما قلنا انه هسه لو اجي اسوي برنت
هذا الران بكل بساطة شو راح يروح يسوي هذا لما اضغط على الران؟ بيروح مباشرة بدون ما يدوخ يروح يدور على فانكشن اسمها main. هذا المين نقطة البداية او الستارت بوينت مالت لغة الدارت، لغات السي بلس بلس مثلا، لغة الجافا، السي شارب وغيرها. نفس الفكرة، يروح يبحث عن دالة اسمها main. لقى دالة المين بكل بساطة راح يدخل ينفذ line by line. لما يشوف مثلا البرنت هذا راح يطبعها، وراها شيء؟ لا ما راح يطبع اي شيء. هذا المكان اني صح انه اني هنا يعني انشأته وكملته وما بي اي مشكلة، بس هو ستيل انه المين ما اشوفها. زين بكل بساطة انا راح اخذ هذا الاسم اخليه وين بداخل المين حتى يتنفذ. اوكي مين المسج خليته داخل المين، راح اجي اسوي الجملة مالت الطباعة مالت هذا الفرنت مثلا شنو؟ مثلا 30 مثل ما تلاحظون انه هنا بعد ما بلش بالمين نفذ شوفوا صار سألت فد شغله قبل شويه، فحتى ناكد كلامنا لهذا الجواب اللي قلته انه البرنامج يبلش من المين متفقين عليها. راح يجي يبلش باول سطر شنو موجود برنت اطبع هذه، راح يجي يطبعها. بعدين اللاين اللي بعده برنت هذه 30 مره، راح يجي يطبع هذا. بعدين راح يجي لقى فد فانكشن ثاني على المستدعيها، راح يروح يبحث عليها راح يلاقيها هنا. تمام، لقى المسج بكل بساطة ايش راح يسوي؟ راح ينفذ اللي بداخلها. بعدين يرجع للمين، بقى شيء وراها؟ لا. بدليل انا قلت انه يرجع للمين، زين احنا ايش ما عرفنا انه هنا ما توقف، يعني طبع هذه وتوقف بهذا المكان، انه ما راح يرجع للمين. راح اجي اقول له برنت تو ان مين فانكشن اوكي فانكشن اوكي اجين او خلينا نخلي سمايل. تمام، فايش راح يسوي؟ احنا قلنا انه يرجع للفانكشن، ففعلا المين فانكشن اجى طبع هذا، بعدين اللاين اللي بعده هذا، بعدين راح للمسج طبع هذا المسج فانكشن هنا، بعدين رجع للفانكشن دي يكمل للمين فانكشن دي يكمل اللي بعدها طبع هذا. تمام، بالضبط مثل ما قالت نور انه الكومبايلر المبرمج انه يبلش من المين فانكشن. زين اكبر شيء ثاني اوكي. هذا النوع الاول من فانكشن مثل ما قلنا في حال شلنا هذه البويد وخرناها لو نسوي ران راح تتنفذ بدون اي مشاكل، يعني في حال خليتها للفويد او ما خليتها بالضبط رغد المين في شيء اساسي تقريبا باغلب اللغات. فهذا شكل الفانكشن مالتنا مثل ما قلنا، في حال خلينا فويد او ما خلينا، بس انا راح اخلي مثلا الفويد حتى يتبع في شيء اخر. زين النوع الاخر من البيانات او عفوا من الفانكشن اطبع هذه مره اللوخ دائما لازم نسوي نضغط على هذا الفورمات كود حتى يرتبناه بالطريقه النظاميه مالته. هذا في شيء كلش محبب. انا شنو راح اسوي؟ راح اكتب كومنت هنا اكتب void function function. تمام، اكو نوع اخر من انواع الفانكشن اللي هو شنو؟ يعني طريقه تعريف الفانكشن واحده ما تتغير، بس طريقه الفانكشن او نوع الفانكشن تختلف. انا هنا راح احدد انه النوع مالت الفانكشن هو انتجر، راح اخليها اسمها نمبر مثلا num. num بيقول ها num موجوده، فالنمبر
أو راح نطلع هنا شنو؟ حقولي print ال سوري لازم نخلي شغلة number function. راح أجي أستدعى number function هنا بالمين مثل ما قلنا أنه لازم بالمين حتى يشوفها، في حال ما خليناها بالمين ما راح يطبعها أي شيء. زين راح أسوي run راح يطلع عندنا error. زين ايش يقول هنا لو نجي نقرا هذا الجزء مالت الايرور يقول انه null value must be ايش يقول هنا يقول انه الداله مالتك لازم تكون return او داله ارجاع. زين فانا شنو راح اسوي بس مجرد هذا البرنت راح اغيرها الى return تمام اخر هذا القوس هذا القوس هم شنو المشكلة هنا؟ اوكي دي يقول هنا دي يعتبر الفاليو مالتك سترينج بتلاحظون هذا الخطأ يقول انت الفاليو اوف تايب سترينج كانت بي ريتيرن ما يصير ترجع قيمة من نوع سترينج بهاي الدالة ليش؟ من يجاوب ليش؟ سو راي ساند وجاوبوني شهد جو هيد لان احنا اصلا معرفيها انتجر لازم ترجع الانتجر عاشت ايديك هنا احنا شنو عرفنا اسم الداله انه النوع مالتها انتجر فهي اول شيء ما يصير اخلي بداخلها برنت فقط انا اقدر اخلي برنت بس بالنهايه لازم نهايه هذه الفانكشن لازم تكون ريتيرن اوكي ريتيرن بس شنو لازم تكون القيمه معينه يا اما اعرف هسه هنا مثلا شنو؟ نمبر مثلا 1 2 3 4 5 تمام؟ بهيج الحالة راح تشتغل الفانكشن مالتي بس اريد اسالكم مرة الأخرى ليش ما طبعت هنا؟ انا مو استدعيتها تمام؟ استدعيتها سويت ران ما طبع لي اي شيء هنا المفروض يطبع لي 1 2 3 4 5 اعتقد لازم نعرض فاليو الها؟ لا لا هي تقريبا يعني ما بيها اي مشكله اذا نلاحظ هنا ما بيها اي مشكله بدها تشتغل ليش تشتغل الكود مالتي زين بس وليش ما يطبع فاطمه جبار جو هيد لان اصلا الداله ما حاطين بيها طباعه شلون يعني انا مخلي ريتيرن اي بس ما بيها طباعه يعني ها لازم اعرف شو اسمه متغير حتى يرجع القيمه ريتيرن بيها هو ماكو اي مشكله هنا سوى ريتيرن لهاي القيمه زين بس ليش ما طبع؟ انا مسوي ريتيرن والكود مالتي شغال بصوره طبيعيه ما بي اي مشاكل بس هو ما يطبع ليش؟ مريم عبد الستار جو هيد لازم بالاسترجاع بالمين لازم نكتب مثلا var او integer n يساوي لنا الاسم الداله اللي هي number ونطبع هذا الرقم تمام خلينا نجرب اللي قالت اوكي مريم يعني هسه هنا راح نطبع الان صح ايه تمام نسوي ران عاشت ايدك يعني عاشت ايدكم كلكم بس انه الفكره هنا احنا لما سوينا ريتيرن انا راح ارجعها لهذا القيمه وراح ترجع للمين بس ستيل انه لازم بالمين نسوي فد طباعه انا هنا شنو راح اسوي حق في هذا الكود اللي ذكرت مريم انا شنو راح اسوي راح اسوي برنت مباشره لهاي الداله احنا مو قلنا انه يروح لهاي الداله يكمل شغله بيها وبعدين يرجع للمين زين شوفوا هنا هسه لو اسوي ران هي نفس النتيجه تمام يعني في حال خليت النتيجه متغيره وبعدين طبعت او مباشره طبعت الداله انا لما سويت هنا ريتيرن لل 1 2 3 4 5 فراح لما استدعيت هاي الفانكشن انا وصلت مثلا هنا بالمين برنت اطبع شنو اروح للنمبر فانكشن جيت هنا
بها ريتيرن هذا الرقم راح يرجع. يعني الفاليو مالتي هو الفانكشن هذا راح ترجع القيمه هذا الرقم راح يرجع بهذا الاستدعاء مالتي الفانكشن. تمام. فلما خلينا هنا حفظناه بمتغير، فالمتغير حفظ القيمه اللي رجعناها بالفانكشن بعدين طبعنا هذا المتغير. ونقدر ايضا انه هذا المتغير مباشره نطبعه او هذا الفانكشن طريقه الاستدعاء مالتها، انه راح يروح للفانكشن اللي اسمها نمبر يرجع قيمه ويطبعها. هذا يصير خطوتين هنا بهذا المكان. بالبدايه يروح للداله ينفذ الاشياء اللي بيها ودي يرجع قيمه، وبعدين دي يطبع هذه القيمه اللي رجعت. فاتصور انه هذا الشيء واضح. بالمناسبه هنا اقدر اخلي فد متغير لهذا الرقم مثلا هنا var مثلا x تساوي هذا الرقم واسوي return للx، يعني ماكو اي مشكله اذا صعب خطوات هي نفس النتيجه. انا صار راح نرجع لهذا الكود. تمام. في اللي قالت تمريم هو صحيح، وهذه الطريقه الثانيه هم صحيحه. بالتالي احنا شنو وصلنا الفتشي انه عندنا نوع اسمه انتجر فانكشن يكون بها ريتيرن. هذا الريتيرن راح يرجعها لما نستدعيها لاسم الداله، وبها ريتيرن راح ترجع القيمه بداخلها. زين. النوع الاخر الفانكشن شنو اسمه؟ اخذنا الفويد، اخذنا الانتجر، اكو نوع اسمه سترينج. سترينج مثلا لل اوكي مثلا نيم. هذه لو كتبت بها print احد راح يطلع لي ايرور. ليش؟ الدالة الوحيدة اللي اقدر اشتغل بها بدون كلمة return هي الفويد وخلاص. تمام. فهنا لازم اخلي بالمناسبة اقدر اخلي هنا return، وايضا الاقواس اقدر اخليها بالريتيرن كلش طبيعي. فلو اجي اسوي run راح يشتغل الكود مالتي بصورة طبيعية، بس ما راح يطبع شيء. وعرفنا هذه المشكلة شنو سببها، اللي هو المفروض اخلي شنو print لل الداله اللي اسمها نيم. انا شنو سويت؟ طبعتها باختصار بداخل البرنت، يعني راح يرجع القيمه بداخلها فاجي اطبعها فراح يطبع احمد. تمام. هذا نوع من انواع الدواء اللي هو string integer void. بعد شنو عندنا النوع انواع؟ عندنا البوليان بهالطريقه. شنو نسميها مثلا؟ اوكي result مثلا. هذه شنو راح يسوي؟ ايضا قلنا راح اعيد هذه المساله انه فقط الفويد ما راح تتقبل او ما راح تحتوي على return. ف بكل بساطه البوليان اقدر اسوي return بس شنو؟ يعني هنا شنو ارجع بالضبط؟ اريد تسوون رايس هاند وتقولوا لي. سترينج رسل، ماكو شعر، اكو سترينج حسب نوع المتغير مالتنا. نور جو هيد. يا اما للصفر او واحد او ترو او فول. تمام. راح نسوي مثلا للواحد. انا بدي يقول لي ما دي يصير، ليش؟ لان الواحد انتجر. لو اسوي للصفر سوري زيرو ما بدي يقول لي ما يصير. ليش؟ انا البوليان مو انتجر. يعني البوليان مو انتجر. ها اوكي بالضبط. فلازم ترو او فولس. فولس بس اسمح لي دقيقه تليفون دي دوب فانطيها فول. اوكي هنا شو راح اسوي؟ بس اسوي فورمات الكود. هنا مو نيم، هنا راح نسوي ريزلت
راح اجي اطبع القيمه مال الريزلت لما استدعيتها بالضبط ترو. لو اجي اغيرها الى فولس اوكي طبعها فولس تمام. بعد شنو عندنا انواع اخرى؟ اوكي عندنا مثل ما تعرفون انه بالدارت عندنا الماب والليست. هنا ايضا اقدر استعمل هذا النوع من انواع البيانات الداله، يعني هذه الداله ترجع لي فقط بوليان مثلا هنا او فقط انتجر. اقول له ممكن الداله ترجع لي فقط ليست او فقط ماب، فشنو اقول له مثلا هنا؟ اقول ليست. هيك طريقه التعريف مالتها مثل ما انا كاتب لكم الدوكيومنتيشن. ليست بهيك حالة شنو راح أسوي؟ أقول له return. شنو بالضبط هنا return راح يكون؟ سو راي ساند آمنة go ahead. راح أسوي أقواس وأدخل بيها القيم. عشت إيدج أقواس مربعة يب list. خلي يب بالضبط عشت إيدج. راح أسوي تكرار لهذا الأشياء. شنو نقول؟ نقول LSTA print فراح يرجع الليست. لو اجي هنا اقول له مثلا واحد راح يقول لي ايرور، ما يتقبل عادي انه لازم يصير الارجاع بالليست. هذا النوع الاخر اللي هو الماب، مثل ما تشوفون هنا الدوكيومنتيشن انه لازم اكتب الاسم المتغير اللي هو ماب الكابيتال MP مثلا. شنو اقول له؟ سوري شو هالاخطاء. هنا لازم اقول له return. return شنو؟ يعني همسه ورايس هاند و لي ساره go ahead. سكوير براكتس وداخلها الاوبجكت. لا مو سكوير. كارلي براكتس. كارلي براكتس عشتي انه هذه كلش مهمه هذه المساله. الليست تكون اقواسها مربعه تمام، والماب لا تكون بالاقواس العاديه مالتنا. فشنو راح اقول انه نيم بس هيجي اي مثلا اي شيء بس نستدعيها. راح اجي اكرر هذه العمليه نفسيتها. هاش نقول MP مختصر للماب فورمات الكود مثل ما تشوفون طبعها على انه هي ماب. زين ما عندنا فد شيء اخر تصوره هنا. اوكي هذا الشكل الفانكشن تمام مثل ما تشوفوها، بس هنا ممكن القيم مثلا يعني شفتوا هنا مثلا ماي المسج فانكشن تمام، او تطبع لي مثلا المفروض هنا مثلا اريد اجيب متغير اكتب شنو اسمه ايرور، يعني شنو نوع هذا المسج اللي راح تطلع لي مثلا؟ اريد تجيني عن طريق متغير، فلازم بكل بساطه اقول هذا الايرور لازم يجي على شنو؟ على انه باراميتر يجي عن طريق هذا الفانكشن. بس انا منين مثل ما تشوفون اشر لي على انه اكو خطا بهاي المسج، بدي تتقبل بارامتر وهنا ما مخلين بارامتر، فبكل بساطه راح اخلي بارامتر مثلا شو نسميه مثلا ايرور او اوكي دقيق خلينا نقول شنو 104 ايرور. فهذا البارامتر ايش راح يروح؟ راح يروح عن طريق هذا المتغير بالمسج هذه الداله ويجي ينطبع كمتغير بهذا المكان. لو اجي اسوي ران لاحظوا هذا الفانكشن مثل ما تشوفون جاب المتغير، هذه يسموه بارامتر تمام. ممكن استقبل اكثر من بارامتر مثلا ايرور والان مالته. فشنو اجي اسوي هنا؟ اقول له مثلا هذا 104 مثلا هنا اقول انه هي
104 أو 103 الإرار هنا شنو أقول له؟ أقول الآن فالآن والإرار الآن نشقد اللي هو مثلا هذا هو راح يجي على الترتيب إرار والآن الإرار هو شنو؟ هذه الكلمة والآن هو هذا الرقم فراح يجي أطبع الآن والإرار سوران بالضبط وانا راح تكون نفس النتيجة ما بيها اختلاف تمام بس ممكن شنو أخلي بيناتهم هذه الشريحة عفوا بصير حتى بس نعرف انه هنا دي طبعا تمام هذه الحالة تمشي في كل انواع الفانكشن يعني مثلا هنا بالنمبر اقول له مثلا الان الان بالمناسبة اقدر استعمله باكثر من مكان مثلا استعملته هنا راح استعمله بدي تشوفونها مثلا ان لو اجي اضغط عليه هنا ما ادري يقول شيء بس شنو هذا الان لوكال فاريبل يعني بس بهاي الفانكشن راح اقدر استعمل الان لو اجي استعمل الان هنا واكتب ان تمام اروح للنمبر بدي اشير له عليها بدي اقول له عندك خطا فراح اقول 1 2 3 بس تمام راح تيجي طبعا المفروض هنا بس 1 2 3 زين واقدر استقبل يعني متغير اخر وكذا ما عندي اي مشكله مثلا هنا راح مثلا هنا 10 والمتغير او البارامتر الثاني شنو راح يكون 20 اجي هنا شنو نسوي مثلا ان او اكس واي هنا شنو اقول اكس زائد واي رد لي فالاكس هي شقد 10 الواي شقد 20 10 زائد 20 30 المفروض مثل ما تشوفون فانطبعت ما فيها اي مشكله السترينج مثلا اقول له هلو هنا شنو اعطيه اسم متغير اسمه يوزر نيم تمام اقول هنا راح يجيك فد بارامتر اسمه يوزر نيم اروح بالنيم اقول له البارامتر مالتك ومثلا احمد عامر مثلا اسمي فالمفروض يقول هلو احمد عامر بالضبط لو اجي اوخر هذا الاسم النهائي مالتي خلي بس احمد اسوي ران تشوفون انه هذا يطبع حلو البارامتر اللي يجي وكذلك بقيه العناصر بس لاحظوا لما بالريزلت البوليان هنا ريتيرن لل مثلا الار هنا الار ريزلت راح اقول شنو بيها اكتب يا اما ترو يا اما فولس هي فولس راح اكتب ترو اسوي ران لاحظ هذا المكان صار ترو كلامنا صحيح نقدر يعني نستدعي اكثر من بارامتر الليست هنا ممكن اقول ريتيرن لل ال وهنا اقول راح يجيك بارامتر اسمه ال هنا ليست شنو ممكن نقول له نقول له انه راح يجيك 1 2 3 فقط يعني راح يجي يطبعها انه هي بارامتر انه ما راح تكون قيمه بداخل الفانكشن الثالثه زين لو نجي لهذا الماب فراح انسخ هذا اخذ كات نقول هنا ام والبارامتر راح يجي ام نروح للمين نكتب انه الام هي قيمته يوزر نيم مثلا وجي دي اس سي تمام نسوي ران المفروض هنا يتغير بالضبط يعني هو يدزه وينطبع بهذا المكان هذا بالنسبه لكل شيء يخص الفانكشن تمام الشيء الثاني انه هذه الفانكشن ممكن نشتغل اي شيء بها يعني مثلا هنا سوينا فد عمليه نافذ هذا المسج مثلا بدي اسوي بها انه بدي يطبع الايرور مسج هنا بدي يطبع رقم هنا بدي يطبع مثلا بدي ارحب بالمستخدم مثلا هذه الداله كلش حلوه ممكن نبني فد برامج بالمستقبل انه لما يجي المستخدم يكتب اسمه ندز هذا الاسم الفانكشن انه فقط ترحب به مثلا بهالطريقه هذا شكل الفانكشن فلما نحتاجه بكل مره انا بس مجرد راح ادز لها البارامتر وراح تطبع حلو البارامتر شنو القيمه مالته فراح توفر علي وقت انه راح تنكتب مره واحده واقدر استدعيها باكثر من مكان او اكثر من مره
لأن هي بها return فأقدر أطبعها بأي مكان. list كذلك، الماب وإلى آخره. الماب مثلا هذا نوع من انواع المتغير، مثلا ماب الليست ممكن اسوي عليهم عده عمليات، بس الفكره مالتهم انه بس ادز الماب هنا او بس ادز الليست، بس ادز الماب او بس ادز الليست، هو شنو اللي راح يسوي؟ راح يجري العمليات ويرجع لي النتيجه النهائيه. فاقدر اسوي مثلا ليست واحد، ليست اثنين، ليست ثلاثه، او ليست اود، ليست ايفن، ليست مثلا كلير، ليست ريموف، ليست مثلا للاد. هو قسم الفانكشنات مالتي. بيجي حالة احنا ممكن مو بس نسوي الفانكشن، هاي الفانكشن نخلي لها فد كومنت معين، مثلا هنا قلنا هذا انتجر فانكشن وراح ترجع لي كذا، هسه ترجع لك زائد واي. بس احنا شنو ممكن نقدر نسوي بيجي حالة؟ انه هاي الفانكشن اللي بنيناها نسوي فد مالتي ناين كومنت بصيغة مثل ما تعلمنا، نبلش نشرح انه شنو بدي اشتغل هنا بهذا الكومنت. تمام، هنشرح عن هذه الفانكشن وطريقه عملها وشلون بنيناها. بعدين لما ارجع للكود مالتي ورا سنه او ورا سنتين، ولما ارجع راح الاقي هذا الكومنت، راح اعرف انه هذه الفانكشن شنو بدها تشتغل بالضبط. فبكل سهوله وبكل بساطه انا راح اعرف اتعامل وياها واحدث عليها. فتجزئ الكود مالتي باماكن، كل فانكشن صار لها شغلها. لما يصير عندي فتح خطا اروح لهذه الفانكشن فقط، لما مثلا صار هنا الاكس زائد وخلاص سويت ران طلع لي فد هذا الايرور. بس يقول شنو الايرور؟ انه يتقبل هنا قبلها ايدنتيفاير، قبل لنستدعي هذه، عفوا لنكتب هذه السيمي كولن. زين، فلما ارجع عرفت هو وين الخطا، لو اجي اسوي هذا كله كومنت، شوف الفانكشنات البقية كلها يعني راح ترجع تشتغل. بس أنا شنو هنا نسيت ما حذفته بالميل اللي بس أدعيه، راح يشتغل الكود مالتي. لو أدي أرجع لهذا الكود وأرجع لهذا الكود عن كومنت وأكتب هنا الواي، زين، فبكل بساطة أنا الفانكشن فتشي كلش حلو، كلش رهيب إنه بشغلنا نجي نتعامل وياه. وغالبا يعني انا افضل انه اي شغل تيجي تشتغله بالبرمجه دائما اشتغلوا فانكشن. ليش؟ لانه يعني راح يوفر علي وقت واختصار بالاكواد البرمجيه وهذه الامور، لان انا ما راح احتاج انه اكتب هوايه اكواد برمجيه واكررها، لا اكتب هذا الكود البرمجي كلش طويل مره واحده وارجع كل شوي استدعي الاسم مالت الفانكشن مالته. تمام، زين. عندنا فد شيء اخر يعني حسب اللي قلناه هسه، يعني اخر شيء ممكن ناخذه. زين، تلاحظون انه هنا هذه الفانكشن مالتي كلش صغيره واصلا سطر واحد ريتيرن فقط، هنا مثلا بس البرنت، ما عندي فد شيء اخر وياها. ممكن اختصرها؟ اي ممكن. اكفد طريقه مالت الفانكشنز بالجافا سكريبت، بلغه الجافا سكريبت اسمها الايرو فانكشن. هذا الشكل مالتها. دي يقول شنو؟ دي يقول يا بكل بساطه انه انت ما يحتاج تكتب هذا كله، مجرد اكتب لي هذا السهم الصيغه واحذف هذه الاقواس. تمام، الصيغه فورمات الكود. تمام، الفانكشن مالتي صارت بسطر واحد. لو اجي اسوي ران المسج فانكشن هياته، يسوي ران، انتظر عندي شوية. اشتغلت الفانكشن مالتي. تمام، ايضا بهذا المكان ما يحتاج نكتب ريتيرن، تقول الايرو فانكشن انه خلي لي سهم والنتيجة النهائية، ما يحتاج حتى تخلي اقواس. اجي اسوي ران اشتغل بدون اي ايرور، اللي هي هذا المكان مالت النمبر. تمام، تنفذت بدون اي مشاكل. لما يكون سطر واحد يعني هذه نقدر نستعمل هذا الشيء، انه سهم هذا نحذفه، هذا ايضا نحذفه، هذا الريتيرن احذفها هي والقوس واخلي سهم،
احذف القوس قوس الاغلاق. قدرتين ايضا احذفها. Other turn ايضا احذفها. احنا ذكرنا باول محاضره انه الدارت هي كلش مشابهه للجافا سكريبت. هذا الشيء كلش راح يفيدنا انه نسوي ران هسه. اكو شغلات هوايه مشتركه، مثلا هذا الايرور فانكشن هي موجوده بالجافا سكريبت وبالدارت، ما موجوده مثلا ببقيه لغات البرمجه. ممكن اكو لغه موجود بها هذا الشيء، بس على الاغلب اللغه الاصليه واللغه الام لهذا الشكل من الفانكشنز هو الجافا سكريبت. الدارت ايضا صار بيها بعدين. فمثل ما تشوفون الفانكشن مالتنا شغاله، بس لاحظوا انا قلت لما تكون سطر واحد مثلا، هذا هو ريتيرن، هنا بس برنت، هنا ريتيرن. ف لو جينا مثلا اقول له شنو، انه بهذا البرنت اقول له اوكي انا رايد برنت ثانيه مثلا تيست، زين سواء يقول اكو خطا، يقول انه هي مو بداخل، عفوا مو بداخل الفانكشن بادي. ليش؟ لانه هذا انتهى لحد هنا، هذا الفانكشن بادي تمام، اللي هي الايرو فانكشن. لو اجي ارجع مثلا هذه الاقواس اشغل هذا الفانكشن، مثل ما تلاحظون خلها داخل الفانكشن بادي، يعني داخل الهيكليه مالت الفانكشن. لو اجي اسوي ران راح ينفذ بصوره طبيعيه ويطبع الاشياء اللي بداخلها بدون اي مشاكل تمام. بس قلنا الايرو فانكشن لما تكون فقط سطر واحد تمام. خلاص نسوي ران التست وخلاص. يعني انا خلصت لحد هسه الفانكشن، اخذنا الماب واخذنا الفانكشن مالتها، واخذنا ايضا الفانكشنز شلون تنكتب كل انواعها، واخذنا ايضا اللي هي الايرو فانكشن وشنو ميزتها عن الفانكشن العاديه بكل بساطه وبكل اختصار، انه هي راح تختصر علينا لما يكون عندنا سطر واحد، فراح تختصر علينا مثلا ثلاث او اربع اسطر نمشي نكتب سطر واحد برمجي. خلاص يعني لحد هنا انا خلصت. اذا عندكم اي سؤال او اي استفسار او اي شيء ما فهمتوه ممكن نعيده. البارامتر بدون الداتا تايب بالضبط، ممكن اخلي له داتا تايب مثلا هنا. شو عندنا اليوزر نيم هنا مثلا اخلي له بار تمام. فلو اجي اطبع ماكو اي مشكله، بس اليوزر نيم شنو تعرف؟ دايناميك يوزر نيم، يعني دايناميك هذا النوع، او اخلي مثلا شنو؟ سترينج مع المتغير مالته تمام؟ راح تشتغل بصوره طبيعيه. بس لو اقول له هنا مثلا انتجر راح يكون عندنا خطا، يعني انا استقبلت اليوزر نيم على انه هو انتجر بعدين جت طبعته، او ثاني شيء هنا الداله مالتي هي سترينج، فما يصير هذا الشيء. هنا مثلا نوع المتغير مالته ممكن اكتب var راح يطبع الار مالتي على انه هو دايناميك ار، بس هو شنو ترو او فولس. هنا ممكن شنو اقول له؟ اقول له لا، هو نوع الار هو بولين، اجي اطبع ماكو اي مشكله، يعني راح يطبع. هنا مثلا عندنا ال، اقول له هذا من نوع ليست واخليه var، فما عندنا اي مشكله بهذه الانواع من البارامتر. هنا مثلا هذا الماب ممكن اكتب ماب او ممكن اكتب بار ماب تمام. اوكي مشكله. وهذا خوش سؤال عاشت ايدج تمام. هسه عندكم اي سؤال بخصوص محاضره اليوم او اي شيء ما فهمته ممكن نعيده؟ ممكن تسوون رايس هاند تمام. يقولون ماكو اسئله. ميز جو اهيد.
أنا ما عندي أي سؤال عاشت إيدك على الشرح كلش واضح، بس هذا البي دي إف اللي قاعدة تشرح عليه يعني تقدر تنزل لنا إياه؟ صراحة هذا مو بي دي إف، هذا دوكيومنتيشن أونلاين بالجيت هاب مالتي، أنا مصممة هذا الدوكيومنتيشن، بدي أضيف بيه أمثلة ومثلا البارحة أنا حدثت عليه، اليوم مثلا راح أحدث عليه في أنواع ال مثلا ال function اللي بتحتوي على parameter. أنا بصراحة ناس إنه ما ضايفها، بس أنا شرحتها وما أضيفها هنا، فرح أرجع أضيفها. تمام؟ يعني هذه الدوكيومنتيشن أنا مشارك رابط مالته وياكم، بس أنا رح أرجع أشارك هنا بالشات. موجود على الجيت هاب مالتي، هذا الاسم مالته. تمام، أشتيلك. تمام، هذا هذا الصيغه اللي انكتب. تمام، اي سؤال النوب عندكم، اي استفسار؟ شنو الاشياء اللي ما فهمتوها؟ عادي صارحوني، ترى اتقبل انه اذا اشياء ما فهمتوها حتى نرجع نعيدها. تمام، شرحك كله ممتاز، عشت ايدك ويدك. دائما اركز هسه على موضوع انه في حال ما فهمتوا الفانكشن نرجع نعيدها. الفانكشن ترى موضوع كلش مهم بعالم البرمجه، كلش كلش كلش، يعني منا الى نهايه باكر وعقب باكر انه نقول كلش مهم. ليش؟ لانه اذا تلاحظون هنا بالدوكيومنتيشن الموضوع اللي راح نشرحه بالمحاضره الجايه هو الـ OOP أو الـ Object Oriented Programming اللي هو هندسة الكيانية، ما أعرف شنو يسموها بالعربي. المهم هذا موضوع الكلاسز وهذه الأمور دي يعتمد مثل ما تشوفون على الفانكشن، فإذا أعرف فانكشن بداخله. تمام، فإذا فهمتوا الفانكشن أو الفانكشنز بصورة عامة، الـ OOP فتشي كلش بسيط، إنه بس راح أخلي كلاس وأخلي بداخله الفانكشنز، طريقة الاستدعاء مالتها راح تكون شوية مختلفة. تمام؟ فاللي أطلبه من عندكم إنه يعني هذا الدوكيومنتيشن صراحة أنا كلش تعبت حتى كملته، بدي أعدل عليه شغلات. ليش سويت الدوكيومنتيشن؟ إنه حتى لما ترجعون باكر أو بعد باكر نسيت فد شغلة، بكل بساطة راح تقدرون إنه تراجعوه، لأنه إحنا بدنا نشرح عليه، بنفس الوقت أنا خال أمثلة والأوتبوت مالتها مثلاً. تمام، بكل بساطة راح تقدرون تراجعوا وتستذكرون المعلومات كليتها اللي كنا نشرحها. أنا ما حاكي به هواية لأنه مجرد هو أمثلة وطريقة كتابة. خلاص، يعني أنا هذا اللي عندي، إذا عندكم أي شيء ثاني ممكن أنه تسألون جاوب، فما عندنا أي مشكلة. تمام، لا تنسون أنا أستاذ أحمد. سؤال سؤال إذا أريد أسوي إنه مثلاً هاي فونكشن اللي الـ x زائد الـ y بدون ما أكتب بالميل الأرقام، أنا أكتبها يعني أسوي ران أكتب هاي شنو بحصل؟ لما نسوي ران تكتبيها تقصدي من واجهة الـ CDN أو الـ ما أعرف الـ read من اليوزر؟ إيه يعني أوكي، شو مثلاً يعني مو أصوران أوردي يقول إنتر نمبر، أنا أكتب النمبر اللي أريده بس أدوس إنتر أصور عملية اللي أنا سويتها بالفانكشن. إنه راح يسوي ريد من ال الكونسول، شاشة الكونسول. أنا صراحة بأول محاضرة نورت على هذا الشيء، لأنه مثل ما قلنا إنه هنا بالأونلاين ما راح ينفذ الـ SDN. هذه المكتبة لازم ألا على المتصفح فيديو كود بالضبط راح ينفذ هذا الشيء. ينفذ هذا الشيء، اوكي بالضبط. ارسلت رابط يعني موجود بالقناة مالت المصادر بالتليجرام، ارسلها غيث. انا ارسلت رابط الفد هيجي شلون هذا الدوكيومنتيشن، انه الكود مالت السي دي ان او جملة القراءة من اليوزر، فممكن انه تشيكي ترجع الى مسألة المراجعة كلش مهمة. الأهم من ذلك كله إذا تتاخذون في الشغلة من عندي تتعلموها صحيح، مسألة انه تطبقون بإيدكم، تحلون
أنواع مختلفة وأفكار مختلفة من المسائل البرمجية. هذا الشيء يعني مو بس فكرة أنه أنا راح أحل أو خلاص، الفكرة أنه راح تتقوم بالبرمجة راح يوسع عندكم التفكير المنطقي أو التفكير البرمجي لما تجون تحلون، تمام؟ وأتصور أنه بالمحاضرة الجاية أما نأخذ الـ OOP يا أما أنه نروح الواحد من المواقع العالمية كلش مشهورة ونحل فد مسألة برمجية أو مشكلة برمجية، تمام؟ نحلها بلغة الدارت. هي ما موجودة الدارت بهاي المواقع اللي تصير عالمية بها مسائل برمجية الأمور، لأنه مثل ما قلنا أنه هي حديثاً صارت ستيبل، فبعدها ما انضافت لهاي المواقع، بس راح تنضاف يعني عن قريب أقدر أقول لكم. وأي خلاص تمام، عشتيدك شرحك كلش مناسب وكلش لطيف. بنات الرابط مع الحضور لا تنسوا، هاي يعني تسجيل تمام.